السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة أسرار عامة. وريناكم كيفاش نجمنا نحلو حساب بايونير وكيفاش نربطوه مع الحساب متاعنا في تونس وكيفاش نجمو ناخذوا الأموال متاعنا في دينا. لكن ثم مشكلة صغيرة في البايونير هي أنه ما يدعمش المواقع الكل والمتاجر الكل، معناتها يدعم بعض المتاجر وبعض المواقع وهي كثيرة، لكن ليس مثله مثل الباي بال والفيزا كارد إلى غير ذلك. لكن إذا أردنا توسيع نطاق الخدمة وجدنا لكم الحل في فتح حساب آخر، وهو فتح حساب باير. ثم من باير سأريكم طريقة لتحويل الأموال من باير إلى بايونير، ثم تسحبها من بايونير في تونس على سبيل المثال، وتشارك في المواقع اللي تدعم باير والمتاجر اللي تدعم باير، وتاخذ الفلوس على باير وتحولها من باير لبايونير ومن بايونير تجبدها في تونس. هذه زادة رزو آخر تحل قدامنا. كيف العملية؟ سأريكم الطريقة أصدقائي، تابعونا في هذه الحلقة. أما حاجة برك يلزمكم ديما تردوا بالكم منها وديما نوصيكم عليها، هي ديما يلزم عندكم إثبات منين دخلتوا الأموال متاعكم. مثلا ربحتوا أموال في موقع، الموقع هذاك راهو مش يبعثيكم رسالة بريدية ويقول لكم راكم ربحتوا. احتفظوا بالرسالة هذيك، لأن الرسالة هذيك هي الفاتورة اللي مش تثبت منين أنت دخلت الأموال هذيك. نمشوا باش نبدو نسجلوا في الموقع. هنا يطلب منك بريد إلكتروني، تحط البريد الإلكتروني متاعك الصحيح. وقت يتأكد الموقع اللي بريدك مش موجود مش مسجل عندهم، يعطوك إنشاء حساب وتعمل إنشاء حساب. هنا يطلب منك الكود، معناتها البريد، معناتها الموقع يبعث لك كود على البريد الإلكتروني متاعك وانت تكتب الكود لهنا باش يتأكدوا من صحة المعلومة. نمشوا للبريد الإلكتروني. في البريد الإلكتروني هنا نلاحظوا أن buyer.com بعثت لنا رسالة. نفتح الرسالة ونلقوا هنا verification code، وهذه هي الرسالة. وهنا نشوفوا أن ثم الكود هذا باللون الأخضر. ننسخ الأرقام هذه ونمشيه وين كنا نسجله في المنصة ونحطوهم. هذه الصفحة متاع الموقع، نلصق الكود هنا. وقت اللي نحطوا الكود ننتقلوا للصفحة أخرى، هي الصفحة هذه اللي قدامنا. هنا يعطيك كلمة سر، نجم أنت تغيرها كلمة السر، تحط كلمة سر خاص بيك. وهنا تعمل إعادة كلمة السر، هذا الرمز السري وهذا اسم الحساب. هذه تسمى المحفظة الإلكترونية متاعك. المحفظة الإلكترونية هذه متاعك يلزمك تحافظ عليها، يلزمك تنسخها وتحافظ عليها. هذه فيها الرقم السري متاعك وفيها الرمز وفيها زادة اسم الحساب. هذا اسم الحساب إذا كان أي واحد مش حول لك أموال على الحساب متاعك، مثلا ربحت في موقع مش حول لك الأموال على الحساب متاعك، مش يطلب منك اسم الحساب، مش تعطيه الرقم هذا، بيصب لك الفلوس في الحساب متاعك في باير. نضغط على التالي وننتقل إلى ما يلي. هنا يقول لك اللي كلمة المرور متاعك لازم تكون الحرف الأول متاعها بالكبير، بما معنى ماجسكيل باللغة الفرنسية. نغير كلمة المرور ونمر. هكذا مررنا إلى الصفحة الموالية. هنا تقول الصفحة الموالية تهنئة لإكمال الرجاء إدخال اسمك وبلدك. هنا اسمك، ودائما الكتابة باللغة الإنجليزية، الدولة تونس، منتهى. هذا هو حسابنا في بايونير أصدقائي. إذن المهمة الأولى اللي يلزمنا نعملها أصدقائي هي هنا يقول قم بتنزيل ملف TXT اللي فيه الرمز السري، البريد الإلكتروني، كلمة السر، تسجيل الدخول أو رقم الحساب. ويكتب أيضا هنا يرجى حفظ بيانات تسجيل الدخول في مكان آمن، سأقوم بتنزيله وحفظه في ملفاتي الشخصية. هذا هو حساب باير أصدقائي. هنا نلاحظ الحسابات، ثم علينا بتعديل البيانات أو إملاء البيانات. نذهب هنا ثم بروفيل ونبدأ في ملء البيانات التي يطلبها. نترجم إلى اللغة العربية الملف الشخصي والتحقق، ونذهب هنا إلى نوع الحساب، نضع نوع الحساب شخصي أو عمل شخصي. العملة نضع الدولار الأمريكي. البريد الإلكتروني موجود الذي وضعناه. ثم الهاتف المحمول، تضع هاتفك مع رمز الدولة 00216 بالنسبة لتونس، ونضع نعم. ثم هنا رقم حسابك، تيليجرام لا يوجد. ثم إلى الصفحة المقبلة. إذا رقم الهاتف يكتب علامة مع 216 ثم رقمك، وهنا سيصلك اتصال كما تسمعون.
الرجاء إدخال آخر 5 أرقام من الرقم الهاتف الذي تلقيت المكالمة منه. إذن ويعني هذا إدخال الـ5 الأرقام الأخيرة من الرقم الذي اتصل بهاتفك منذ قليل. سنضع ونؤكد ثم نضغط على يتأكد. نلاحظ هنا أنها تمت عملية التحقق. نقوم بالذهاب إلى المقبل. في هذه الصفحة يطلب منك أن ترسل بعض المستندات للتحقق من هويتك على رابط الشعار، ثم ستذهب إلى الأسفل وتضغط على باسبورت، ثم سترسل نسخة مصورة من الجواز الصفر، وبعدها ستذهب إلى التحقق من العنوان، وكذلك سترسل ما يثبت عنوان سكناك. وإذا لا تريد أن ترسل المستندات عزيزي المشاهد فلا ترسلها، لأن حسابك مفعل كما ترى هنا باللون الأخضر، وهنا كل العملات التي يتعامل معها هذا الحساب باير. لكن لا تستطيع سحب أكثر من $1000 أو أكثر من $999 لأنك لم ترسل هذه المساندات. نذهب هنا فوق رقم الحساب ونرى نوع الحساب مسجل والتسجيل في التاريخ التسجيل، وهنا تشغيل. لكن إذا أردنا الذهاب إلى التحقق هنا يذهب، لنترجم إلى اللغة العربية، يقول هنا في الملف الشخصي والتحقق لم يكتمل التحقق، ويخبرك هنا كيف يكون المستند الذي يجب أن ترسله، الصورة كيف تكون، غير مقصوصة، غير معدلة، غير لا علينا. لكن هنا تذهب الحد الحالي، هنا الحساب، ويقول هنا حد السحب للحسابات غير مؤكدة $999 أمريكيا في اليوم. بما أنهم لم يتحققوا من شخصيتك، الحساب يشتغل ومفعل لكن لا تستطيع أن تسحب إلا $999 أمريكيا في اليوم. لكن إذ تريد أن يتحققوا من حسابك ترسل المستندات، وبهذه الطريقة تستطيع السحب أكثر من $990، تسحب كما تشاء. وهنا أصدقائي نمشوا للقسم الثاني من حلقتنا، اللي هو كيفية تحويل الأموال اللي ربحناها ودخلناها الباير إلى بايونير. باش نعملوا العملية هذه اللي هي تحويل المال من الباير إلى البايونير، نستحقوا إلى أداة تحويل اللي مش تأخذ عمولة باش تحول لنا المال من حساب إلى حساب آخر. الأداة هذه مش تلقاو الرابط متاحها أسفل الفيديو، اللي هي باسيت تشانج. نشوفوا العملية كيفاش تتم. لهنا فما المرسل والمرسل إليه، معناتها الحسابات هذه لهنا مش ترسل للحسابات الأخرى اللي لهنا. احنا مش نحوله من باير إلى بايونير، نمشي ونبحثه على اسم باير، لتحت 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 نلقاو هنا باير بالدولار الأمريكي. من بعد باير مش يحول إلى البايونير، نمشي للقسم الآخر ونبحثه على بايونير، وهنا نلقو بايونير، نضغط على باير وعلى بايونير. من بعد نرجع لفوق، هنا الموقع يعطينا الأداة اللي هي تنجم تعمل العملية هذه، اللي هي تنجم تحول الأموال من الباير للبايونير. ونشوفوا ثم موقع 234، ثم أداة 234 هي عبارة على مواقع يعني، لكن بعمولة. نمشي نشوفوا أقل واحد يأخذ عمولة، نشوفوا هنا هذا يأخذ 1.04، وهذا يأخذ 1.07، وهذا يأخذ 1.11، وهذا يأخذ 1.17. معناتها نختاره الأول اللي هو يأخذ 1.04 ونضغط عليه، هو بطبيعته يحولنا إلى صفحة أخرى. الصفحة هذه وإحنا مازلنا كتحولنا لصفحة الموقع اللي اخترناه، يجينا إشعار على الصفحة بأن هناك عملية تبادل قد وقعت الآن، وهي تقول بأن فودافون وهي شركة معروفة قد حولت مبلغا من باير بالدولار الأمريكي $540 أمريكي إلى حسابها بالعملة المصرية. نغلق الإشعارات ونبدأ في شرح طريقة عملية التحويل من الباير إلى البايونير. في عملية تحويل الأموال نلاحظ هنا يرسل باير بالدولار الأمريكي وتسلم بايونير بالدولار الأمريكي. نذهب هنا الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب أن تحوله هو $200، والحد الأقصى هو $4807. نضع نحن هنا $300 إلى بايونير ستساوي $288.46، يعني الموقع يأخذ عمولته. سنذهب هنا ونضع البريد الإلكتروني الخاص بالبايونير،
رصيد الدفع، البيانات الشخصية، البريد الإلكتروني. ولما ننتهي من وضع البيانات نقوم بتسجيل ودخول، ثم سيطلب منا العملة كيف تكون، هل هي عملة مشفرة أم عملة نقدية. طبعا سنختار العملة النقدية، وستأتينا رسالة عبر البريد الإلكتروني لتخبرنا بأنه تم تحويل الأموال من حسابنا في باير إلى حسابنا في بايونير، وسيخصم من حسابنا في باير المال. هذه هي حلقتنا اليوم أصدقائي، يعني ما بقاش حتى عذر باش ما ندخلوش في المجال هذا الربح من الانترنت. نتمنى الأولاد اللي مازالوا ما خموش باش يدخلوا ويتحاولوا يتعلموا ويحاولوا يدخلوا في المجال هذا، على خاطر المجال هذا مش يكون المجال المربح في المستقبل إن شاء الله. ما تنسوش تتابعونا أصدقائي، تدعمونا باشتراك وبلايك للفيديو، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.